تحت رعاية وحضور وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، استضاف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ صباح اليوم في مبنى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بيت الأمم المتحدة في دولة الكويت فعاليات احتفالية يوم الأمم المتحدة بمناسبة ذكرى مرور 76 عاما على إعلان ميثاق المنظمة تحت شعار الشباب من أجل المناخ إلهام عمل تطوير، وذلك بمشاركة أصحاب السعادة سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة الكويت ورؤساء المكاتب التمثيلية الدولية وكبار المسؤولين في الدولة. وقد أكد الشيخ أحمد الناصر في كلمة خلال الاحتفالية على دور دولة الكويت وجهودها المستمرة في تحمل مسؤولياتها الدولية منذ انضمامها للأمم المتحدة عام 1963. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السعادة، سفراء ورؤساء البعثات المعتمدة في الكويت، صاحب السعادة نائب وزير الخارجية، صاحب السعادة مدير عام صندوق الكويتي للتنمية، أصحاب السعادة ورؤساء وأعضاء المنظمات الإقليمية والدولية في الكويت، الأخوات والإخوة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بداية أن أعرب عن بالغ اعتزازي بالمشاركة في احتفالية يوم الأمم المتحدة بمناسبة مرور ذكرى 76 عاما على إعلان ميثاق تلك المنظمة العريقة والذي أضحى مرجعا أساسيا لعملنا الدولي، فضلا عن كوني أحد ثوابت الدبلوماسية الكويتية وركيزة أساسية لسياستها الخارجية من خلال نشر قيم السلام والتعايش والحوار وحفظ صون السلم والأمن الدوليين والسعي نحو تحقيق الرفعة والرقي لكافة شعوب العالم من أجل عالم أفضل. كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لممثل الأمين العام والمنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ وجميع القائمين والمعنيين في بيت الأمم المتحدة في دولة الكويت مبنى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على حسن الترتيبات وتميز التنظيم لهذه الاحتفالية، فضلا عن حرصهم الدائم على عكس طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الكويت والأمم المتحدة باعتبارنا شركاء في التنمية والسلام. الحضور الكريم، إن احتفالنا اليوم له وقع خاص على دولة الكويت التي تفخر بعلاقتها الوثيقة مع الأمم المتحدة، إذ نستذكر بكثير من الفخر المواقف التاريخية المشرفة للمنظمة في خدمة القضايا العادلة والتي تجسدت في دعم شرعية بلادنا الكويت لاستعادة سيادتها وحريتها في عام 1991، والتي تعد أحد أبرز النماذج الرائدة على مر التاريخ لدور المنظمة في صيانة السلم والأمن الدوليين وأصدق التجارب وأنجاحها. وعليه فإن دولة الكويت مستمرة في جهودها بوتيرة لا تشهد الكلل في تحمل مسؤولياتها الدولية منذ انضمامها للأمم المتحدة عام 1963 في إطار الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة للمساهمة في الاستجابة الطارئة للحد من المعاناة الإنسانية ومد يد العون للشعوب التي تواجه الكوارث أو النزاعات. ويأتي هذا النهج استكمالا لخطى قائد العمل الإنساني الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، وكذلك استمرارا لهذه السياسة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وبطبيعة الحال فنحن جزء من هذا العالم وندرك طبيعة تحدياته غير المسبوقة، خاصة تلك التي لا تعرف حدودا مثل تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد وأثاره السلبية غير المسبوقة التي عصفت بمختلف مناحي الحياة،
وهي التي أوجبت على المجتمع الدولي مواجهة استثنائية أساسها التضامن والعمل المشترك، وأسفرت عن خلاصة مفادها لا يمكن لدولة بمفردها التصدي لها، وإنما يتطلب ذلك جهدا جماعيا وفق المسؤولية المشتركة ومتباينة الأعباء بما يتوافق مع الأولويات والقدرات الوطنية. حضور الكريم، إن اختيار الأمم المتحدة شعارا ليوم الأمم المتحدة لهذا العام وهو الشباب من أجل المناخ يشكل توصيفا دقيقا للأهمية التي توليها منظمتنا العريقة لهذه المسألة الحيوية في العالم. فجدول أعمال التنمية 2030 والتحديات والمخاطر العالمية التي تحيط به لا يمكن تجاوزها دون توفر الإرادة السياسية المبنية على أساس التضامن والتعاون والالتزام بما نتخذه من قرارات وتعهدات من أجل التوصل إلى حلول مشتركة وجماعية لتلك التحديات، وعلى أن يكون الشباب شركاء أساسيين في هذه الجهود. ونعول هنا كثيرا على الدور الذي تطلع به الأمم المتحدة في ابتكار استراتيجيات جديدة ونهج أكثر شمولية للتصدي لتداعيات ظاهرة التغير المناخي في سياق الاستجابة ودعم جهود الدول الأكثر تضرراً تنفيذاً لاتفاق باريس لتغير المناخ وعقد العمل الرامي إلى التعافي من الوباء وتسريع وتيرة تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030. كما يحدون الأمل بأن تساهم نتائج المؤتمر 26 للدول أطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ كوب 26 المزمع عقده في مدينة غلاسكو في شهر نوفمبر المقبل بحشد الدعم الدولي اللازم واستكمال مسيرة ما تم إنجازه حماية للبشرية وحفاظا على كوكبنا. وإذ نستذكر دور الشباب المحوري في سياق العمل المناخي، لا يفوتني في هذا الصدد أن أستذكر مآثر أمير الإنسانية الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه دعما ورعاية للشباب ليكونوا في الطليعة ومصدر إلهام في مسيرة بناء الوطن، وفي مقدمة ذلك مبادرته السامية باستحداث وزارة دولة لشؤون الشباب، وذلك بجانب إنشاء مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، بالإضافة لتأسيس مجلس الشباب الكويتي بغية منح الشباب ما يستحقونه من الفرص لسماع صوتهم، وذلك وفق قناعة راسخة بأن الشباب هم الأداة الأساسية للتغيير والإنجاز تجسيداً لرؤيتنا الوطنية التنموية باعتبارها خارطة الطريق لكويت جديدة عام 2035 وترجمة للالتزامات التي تمليها الأطر والاتفاقيات الدولية. وتشاطر دولة الكويت الأمل الذي عبر عنه معالي الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المسمى بخطتنا المشتركة بما فيه دعوته لعقد مؤتمر قمة معني بالمستقبل بهدف التواصل إلى توافق عالمي جديد نحو ما يمكن أن يكون عليه مستقبلنا وما يمكننا القيام به لتأمين ذلك المستقبل. ختاما أخواتي وأخواني، قناعتنا راسخة نواجه نفس التحدي ونشارك بذات المصير، هناك عالم جديد ينتظرنا، فلنجدد الأمل بالعمل ولنصدق القول بالفعل ونترجم الأماني إلى معاني بدءا من الوضع الاعتيادي الجديد وصولا إلى المستقبل الذي نريد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.